السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي. دلوقتي بنعمل كيكة زي ما انتم شايفين، نزلنا بالمواد السايلة وعليهم السمنة، كوباية سمنة وربع كوباية زيت، 3 بيضات، كوباية سكر، كله يتقلب مع بعضيه في الخلاط يتضرب. بعد ما يتضرب هنحلل الدقيق وننزل بكوباية ونص دقيق أبيض وكوباية ونص دقيق ذرة، نحللهم وننزل بيهم مع المواد السايلة اتقلبت. حط على بعضنا، نسيت احط البيكنج باودر او شيف كيك، نزلت بيه هو الفانيليا عجينتنا تقلت ما شاء الله ما شاء الله بركة الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين صبوا في الصواني هيخشوا الفرن ما شاء الله. اللهم صل على النبي، شوفوا يا جماعه عامله ازاي، بالصلاه على النبي ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على النبي. حبايب قلبي ما تنسوش الاشتراك في القناه، دمتم في حفظ الله والسلام عليكم ورحمه الله. كيكة الدورة طالعة بسم الله ما شاء الله ملهاش حل، بسم الله الرحمن الرحيم، لذيذة جدا، أحلى كيكة، صح.